الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يملأ السماء والأرض وما بينهما ثناء وإجلالا وتعظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آلاؤه تترى ونعمه سابغة وفضله لا حد له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقرة عيون المحبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فيتجدد اللقاء كل ليلة من ليالي الجمعة، نستكثر فيها من الصلاة والسلام على أشرف الأنام، من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ندبنا هو عليه الصلاة والسلام إلى اغتنام ليلة الجمعة ويومها بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن في بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة في ليلة شريفة هي ليلة الجمعة، نجلس مجلسا نتذاكر فيه شمائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نقلب صفحاتها نغترف هديا، ونعدد رواياتها نتعلم أدبا، وفوق ذلك كله نحن نروي حبا صادقا وإيمانا راسخا في قلوب المحبين من أمته بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما. هذا كلام الله في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مجلسنا الليلة هو آخر موضوعات الكتاب، نختم به مختصر الشمائل المحمدية. وقد وقف بنا الباب في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أخريات الباب، وليس بعده إلا باب ما جاء في ميراثه عليه الصلاة والسلام وباب رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سالم بن عبيد، وكانت له صحبة، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. هذا حديث طويل كنا قد بدأناه في مجلس ليلة الجمعة الماضية، فنحن نأتي عليه من أوله ونمر عليه ونقف حيث وقف بنا الحديث ونستأنف شرح معاني عبارات الحديث. نعم. فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيب، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب أو صواحبات يوسف. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما،
فلما رآه أبا بكر ذهب لينكص. فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، هذه القطعة التي سبق عرضها في مجلس الجمعة الماضية فيه ذكر جمل من أحداث وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما حكاه الصحابة رضي الله عنهم. وفي المشهد الذي سمعت وصف بعض أحداثه موضع فيه انتقالات، لكنه يحكي جملة ما وقع. والحديث في هذا الموضع شاهد من شواهد إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد وفق وسدد لما لم يظفر به غيره. فحين طاشت العقول وأقبلت الحيرة على الصحابة رضي الله عنهم في شأن ما الذي حل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن أميراً كأمير المؤمنين عمر، وصحابياً جليلاً مسدداً كعمر، بل ملهماً محدثاً كعمر، وضع الله الحق على لسانه وقلبه كما قال عليه الصلاة والسلام، بلغ به أن يقول منكراً: والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. ليس هذا إنكاراً لحقيقة واقعة، لكن العقول طاشت والمصيبة عظمت، فظن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه صلى الله عليه وسلم وأنه سيعود، فقال ما قال. في مثل هذا تجلت إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين وفق وسدد إلى قولة الحق. ألا ترى أنه تفرس من قبل أن يقول القائل سالم إنه مات لما رآه أقبل، سأله: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تتابع رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه ومسه وقبله كما مر بكم في حديث صحيح سابق، وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. فلما انتهى الحوار خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فخطب الناس فقال: أما بعد، فإن محمدا قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض، في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق.
ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. هذه أيضا من مواضع التي مر ذكرها، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين، أولهما هل يدفن أو لا عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ربما كانت له خصوصية صلى الله عليه وسلم لا تجيز دفنه، فلما انتهى هذا الخلاف وصاروا إلى الصحيح وهو أنه يدفن، جاء الخلاف ثانيا في الموضع الذي يدفن فيه، فحكى لهم ما سمع أبو بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء إن الله يقبض نبيا حيث يحب أن يدفن فيه، فدفن في الموضع الذي مات فيه على فراشه في حجرة عائشة، والذي تولى حفر القبر أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، المقصود بنو عمومته، فالذي غسله علي رضي الله عنه، وكان الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يساعدونه في الغسل ويصبون عليه الماء، والذي تولى غسله علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. هذا شأن عظيم أيضا شغل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أيضا ينبغي أن يكون شغلا لكل أمة، أن يكون لها رأس، أن يكون لها إمام، أن يكون لها ولي تجتمع عليه وتحتكم بأمره وتبذل له الطاعة ويقودها بشرع الله وحكمه ودينه. انشغل الصحابة في أمرهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قدموا أمر الاستخلاف وتحديد الخليفة وتقديم البيعة، قدموه على دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف كره الصحابة أن يمضوا ليلة من حياتهم بلا أمير أو إمام، ولذلك فصار السمع والطاعة والاجتماع على كلمة إمام واحد واحد من مقاصد الشريعة العظام التي لا ينبغي الاستخفاف بأمرها ولا تجاوزها. ولم يكن تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام نوعا من التراخي أو الإهمال، حاشاهم رضي الله عنهم، لكنه من فقه الأولويات وموازنات الشريعة أن يقدم شيء لا يقبل التأخير. فهب أنهم اشتغلوا بالدفن بعدما حصلت الوفاة، فصار أمر الاستخلاف أمرا تخشى أن تدخله كثير من علامات الضيعة والانفلات. ولهذا فإن الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبلغ الخبر المهاجرين رضي الله عنهم، دعي أبو بكر فانطلق هو وعمر وأبو عبيدة وابن عوف وسائر المهاجرين، فإذا بالأنصار يتفاوضون يتكلمون في أمر تعيين أمير وإمام. فلما أدركوا المهاجرون بدأ التفاوض، قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يتناوبون الإمارة أو الحكم على التعاقب أو على التوالي. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ وتلا قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال من له، من جمع مثل هذه الثلاثة؟ من من الصحابة اجتمع له هذه الثلاث الخصال المذكورة في الآية؟ أين الخصال الثلاثة؟ أولها إثبات الصحبة إذ يقول لصاحبه، فسمى الله عز وجل الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وصفه بالصحبة. الخصلة الثانية كونه أحد الاثنين، ثاني اثنين، فهب أنه لا يوجد في الكون في هذا المشهد في هذا الموقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا واحد فقط، فكان اثنين. هذه الثنائية فريدة، فإذا كان طرفها الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ولا بد لصاحب الطرف الثاني. فإذا إثبات الطرف الثاني في قوله ثاني اثنين فضيلة ومنقبة وخصيصة. أما الخصلة الثالثة فقوله لا تحزن إن الله معنا، فكانت معية الله
هذين الاثنين، فإذا كان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت للآخر يقينا أن الله عز وجل تولى معيته نصا. فكانت الخصال الثلاثة، وهذا من دقيق فقه عمر رضي الله عنه وجليل استنباطه وتأمله في كتاب الله وعظيم ما أقام به الحجة على الصحب مهاجرين وأنصارا. فلما قال من هما، يعني أنتم تعرفون من المقصود، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ فمعلوم أن أحدهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أيضا أن الثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم كان هذا مقنعا ومالت القلوب. قال ثم بسط يده، يعني عمر، فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، وقضى الله تعالى بالاتفاق والائتلاف للصحابة في ذلك الموقف العظيم، فاجتمعت كلمتهم وزالت بحمد الله فرقتهم، ولم يكن من شأنهم التنازع في أمر عظيم في موقف عصيب في لحظة شديدة كهذه اللحظة وذلك الموقف. قال وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه مرتان، أولاهما هنا في السقيفة لما انتهى الخلاف وحصل الاتفاق وانعقد الإجماع، أما البيعة الثانية فكانت في المسجد هناك. دخلوا المسجد ثم اجتمعوا فأعلن ما تم في السقيفة، فتقدم القوم يبايعون مرة أخرى، وفيهم من لم يبايع في السقيفة أو لم يكن حاضرا. تقدم علي رضي الله عنه والزبير فبايعا، وبايع الصحابة عامة، فلم يكن ثمة شق للصف ولا اختلاف ولا فرقة ولا شيء من الإنكار في مبايعة أبي بكر. جمع الله تعالى عليه قلوب الصحابة، ودع عنك إفك الأفاكين وأكذوبة الكاذبين أن أبا بكر رضي الله عنه انتزع الخلافة ظلما، وأنه أخذها قهرا، وأنه حرم منها من هو أولى به. حاشاهم رضي الله عنهم أن يجتمعوا على ظلم أو أن يتواطؤوا على سلب حق لأحد ثبت عندهم بالنص أنه أولى به، لكن الوصف كما ترى. هذا ما حصل في حديث سالم بن عبيد، وفيه جمل من وصف وقائع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من كرب لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة لا كرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، المواتاة يوم القيامة. نعم، هذا موقف لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة علي وأم الحسن والحسين، السيدة الغراء، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم. لما حضرته الوفاة ووجد من كرب الموت ما وجد، تقدم بك في ليلة الجمعة الماضية أنه كان كربا شديدا، وذلك أن الأنبياء أعظم بلاء من غيرهم في مرضهم وفي نزع أرواحهم عليهم الصلاة والسلام، وذلك أنهم تعظم أجورهم وتتضاعف حسناتهم. ولذلك قالت عائشة فما فرحت لأحد على ما يراه من خفة الموت وقد رأت شدته وسكراته، وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات. لما أبصرت فاطمة ما بأبيها من الكرب أخذها ما يأخذ بقلب كل ابنة وهي ترى أبيها ترى أباها يحتضر، واعتصر قلبها ما يعتصر كل بنت ترى أباها على فراش الموت ينازع خروج الروح. فكيف إذا كان أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تودع أبا، تودع إماما نبيا رسولا، تودع أبا طالما أحبها وهش لها وبش كلما أقبلت رضي الله عنها، وقد كانت من أشد الناس شبها به لا سيما في بشيته، ثم هي أول الناس لحوقا به من آل بيته عليه الصلاة والسلام. فلما رأت كرب الموت قالت رضي الله عنها واكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، يقصد كرب الدنيا فإنها زائلة بالوفاء، وإذا لقي الله فليس له عنده إلا الحظوة
والمكانة الرفيعة والمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فقال يسكنها، يطيب خاطرها، يهدئ من حالها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني الموت، ولن يترك أحدا، وسيأتيني ويأتيه كما أتى الأولين، كما أتى إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم قال لها مودعا: الموافاة يوم القيامة، يعني لئن طال بنا البقاء ثم حصل الفراق فإن الموافاة يوم القيامة، نسأل الله عز وجل موافاتنا به عليه الصلاة والسلام عنده، إنه جواد كريم. عن ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. الحديث ضعيف سندا، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له فرطان من أمتي أدخله بهما الجنة. فرطان يعني ولدان صغيران يموتان، فإن الولد الصغير إذا مات يسمى فرطا، لأن الفرط معناه السبق. وقد ثبت في الشريعة من رحمة الله وفضله أن من مات له ولد صغير كان سابقا له إلى الجنة برحمة الله، وهو من الشافعين لوالديه، وهو أيضا من الأجر المدخر والذخر الذي يحتفظ به الوالدان مما يصيبهما به من فضل الولد، من فضل الله عز وجل وكرمه بعباده. قال: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك، يعني إن لم يكن ولدان بل ولد ميت. قال: ومن كان له فرط يا موفقة، يعني أيضا من كان له ولد مفقود واحد. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ ماذا عن الذين لم يبتلى أحد بموت ولد في حياته ورزقوا الصحة والعافية وما ابتلي بموت أحد من أولاده الصغار؟ فقال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. نعم، قال: فأنا فرط لأمتي، يعني هو عليه الصلاة والسلام الذخر لأمته بشفاعته، هو الرحمة السابقة لأمته يستفتح لهم أبواب الجنة، هو الشافع عليه الصلاة والسلام يرجو أن يدخلهم عن آخرهم جنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله عليه وآله وسلم. أما الباب وفيه ما سمعتم من وقائع وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشدة وقع ذلك على قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه كان هولا عظيما ومصابا جسيما يحق لكل فرد في الأمة اليوم وإلى يوم القيامة أن يجعله عزاء وتسلية في أي مصيبة تنزل به، بل بهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون أمر وفاته تسلية في مصاب كل مصاب إلى يوم القيامة. فإذا ابتليت عبد الله بمصيبة في نفسك، في بدنك، في مالك، في أهلك، ووجدت فقدا عظيما ولوعة في القلب وحرقة في الفؤاد وأسا داخل الصدر ونارا تشتعل، فأطفئها بأمر واحد: أنك تتذكر مهما عظمت مصيبتك واشتد فقدك فلن يكون أعظم من فقد الأمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت قد احتملت ذاك وصبرت عليه واستطعت أن تحزم أمر نفسك فهذا أولى بك، أي مصيبة ستكون أهون ولا بد. جرب هذا، والله تجد انطفاء في حرقة القلب، وتجد سلوى تسري في البدن، وتجد سكينة تغشى الفؤاد، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت مصيبة موته وفقده في الأمة أعظم المصائب. في الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينبئ صحابته بمثل هذا الحدث فيقول: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. ثم قال: ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معه. يريد عليه الصلاة والسلام أن يحثهم
على طول صحبته وملازمته، وهذا كما ترى أصل في مشروعية الشوق إلى لقياه عليه الصلاة والسلام والاجتماع به في الحياة وبعد الممات. فهذا الباب ينشئ لنا أصلا شرعيا عظيما في وجوب معرفة ما حصل، وأن الصحابة إن كانوا حاضرين لهذا المصاب فالأمة أيضا حاضرة بعدهم هذا المصاب إلى يوم القيامة، ولم تزل الأمة تتسلى تتواسى وأيضا تبرئ حرقة صدورها في مصاب ينزل بها بفقد الأمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. هذا الباب باب ما جاء في ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انتهى الحديث عن الوفاة فإنما يتبع الميت الحديث عن إرثه وتقسيم ماله بين ورثته، وللأنبياء في هذا اختصاص أن الله عز وجل لم يجعل أموال أنبيائه تركة لورثتهم، بل ما مات نبي إلا كان ماله صدقة، فلا حظ لأحد من أولاد الأنبياء في أموال آبائهم بعد وفاتهم، خصوصية للأنبياء عليهم السلام ورفعة لمكانتهم، فلا يطمع أحد بموتهم، لكن إرث الأنبياء كان لونا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراث الأنبياء عليهم السلام، شريعة الله ووحيه ونور هديه الحلال والحرام، دين الله وصراطه المستقيم، هذه هي وظيفة الأنبياء، هذا همهم في الحياة، هذا مشروعهم الذي قضوا فيه نحبهم والذي بذلوا فيه جهادهم، والذي تركوه إرثا ليس لأولادهم بل لأمتهم جميعا. لم يكن شأن الأنبياء إرثا يختص به أولادهم من صلبهم، هم أكبر من ذلك وأعظم، نصيب الأمة نصيب أولادهم، فالأنبياء آباء لأممهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلم يكن من شأنهم عليهم السلام أن تكون أموالهم إرثا على فئة محصورة من بنيهم وبناتهم، لا، فإنما معهم من نور الشريعة ووحي الله وعلم الدين هو إرث للأمة جمعاء. هذا أصل عظيم تقرر، ولهذا جاء في هذا الباب بما يشرح هذا الأصل في جمل من الأحاديث. حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. هذا هو جملة ما ترك من المال عليه الصلاة والسلام، سلاحا قضاه في الجهاد في سبيل الله، وبغلة أهديت له على يد المطوقس حاكم مصر واسمها دلدل، وأرضا جعلها صدقة كانت حظه عليه الصلاة والسلام من أرض فدك وخيبر، فجعلها صدقة عليه الصلاة والسلام يخرج منها رزق أهله وقوت عياله سنة، وجعل الباقي صدقة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كما ترى أخي رعاك الله، هذا حصر للإرث كما نسميه اليوم، حصر إرث أعظم الأنبياء وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، تكتبه في سطر واحد: سلاح وبغلة وقطعة أرض. واليوم نرى الفقير منا من يموت ولا يخلف شيئا لأولاده، ونرى من لم يسعى في تحصيل العقاء وبناء الدور وجمع الأرصدة نراه فرط في حظ ذريته وأنه ما أورثهم شيئا. المال مال الله عز وجل، والرزق يقسمه الله تعالى بين عباده كما يشاء بحكمة واقتدار واختيار. هذا ليس إليك، إنما الذي إليك عبد الله أن تورث بنيك وبناتك إيمانا ودينا سليما وعقيدة صافية وحبا للسنة واستمساكا بشريعتها والتزاما لهدي الصراط المستقيم، ثم ما عليك أن تموت الليلة أو غدا رحمك الله. إذا ما استطعت أن تلزم بنيك صراط الله ودينه، جنبتهم الحرام بطرقه وألزمتهم الحلال فأقنعتهم به
والله ما عليك أن تترك لهم ديرانا ولا درهما، ولا عليك أن تتركهم فقراء أو أغنياء، المال مال الله عز وجل. نعم لا بأس أن يكتسب الإنسان ويسعى في المشروع من الحلال والاتجار وادخار الأموال، كل ذلك مباح، لكن لا ينبغي أن ينقلب همّا تعيشه من أجله، ولا هاجسا تقيم حياتك عليه. ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ ماذا بنيت؟ كثير ما تسمع يقول الناس: أؤمن مستقبل الأولاد، أترك شيئا للزوجة، للبني، للبنات، ويخشاه الهم ويظل يسيطر عليه ويسعى في ترتيب هذه القضايا. ما زلت أقول: السعي في المباح مباح، وترتيب ما أحل الله عز وجل لا حرج فيه، لكن لا ينقلب هذا هما. الهم الأكبر ليس أن تلبس أبنائك الجديد ولو على حساب تربيتهم وأدبهم وسلامة إيمانهم، العكس هو الصحيح. اسعى واجتهد وابذل ما أعينيك ومال جيبك وكل ما تستطيع، ابذله قدر المستطاع في تنشئة صالحة لذريتك، في إيمان صادق تغرسه في قلوبهم، في عقيدة صافية تنوء بهم عن الشبهات، الشهوات، المعاصي، البدع، الفجور، الحرام. أنت إذن أبو صالح رعاك الله، فإذا ما مت قال الناس لبنيك: رحم الله أبا رباك، ورحم الله أما أنجبتك. هذه التربية التي يكتنزها الآباء لأولادهم. مات عليه الصلاة والسلام وترك إرثا زهيدا كما ترى، لأنه أصلا عاش حياة زهيدة مقللة، ما اتسع في دنياها عليه الصلاة والسلام، ولا طلبها ولا سألها ولا حرص عليها، ولو أراد لفعل والله، ولو سأل الله لأعطاه. أما كان ربك الذي ينزل عليه آيات من وحي السماء ينزل بها جبريل من فوق 7 سماوات، بالله أما كان ربك قادرا أن ينزل له مع كل آية دينارا ودينارين؟ أما كان ربك قادرا أن يرزقه في جوف بيته من الذهب والفضة ما يعيش به أوسع متع الحياة؟ كلا، لكن الله طوى الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وزواها عنه والله. فقلنا مرارا: قولوا لكل من ضاقت به الحياة لا تأسى، ضاقت قبلك بسيد البشر عليه الصلاة والسلام، والله ما أقام لها وزنا ولا احتفل بها ولا حزن على ما فاته منها، وها هو يموت عليه الصلاة والسلام ويترك سلاحا وبغلة وقطعة أرض جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قدمت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها وتولي أبي بكر رضي الله عنه للخلافة، قدمت إلى أبي بكر باعتباره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت تطلبه حظها من إرث أبيها، وذلك أنها رأت أبا بكر رضي الله عنه أنفق المال وجعله صدقة، فجاءت تطلب حظها من الإرث، فأنشأت حوارا مهدت له فقالت: يا أبا بكر، من يرثك؟ يعني أنت إذا مت من يرث مالك؟ وهذا من فطنتها رضي الله عنها في الحوار، لئلا تقفز بالسؤال والمطالبة فورا، قالت: من يرثك؟ فقال رضي الله عنه: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي، وأبي أيضا مات وأنا ابنته، وإذا كنت أنت عند موتك يرثك أهلك وولدك فأنا ولد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمالي لا أرث أبي؟ فقال محتكما إلى النص رضي الله عنه وأرضاه، معتمدا على الدليل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، وفي لفظ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ليس لنا إرث يأخذه الورثة من بعدنا. قال ثم استدرك أبو بكر فقال: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، رضي الله عن أبي بكر. نعم ليس لها حظ في الإرث،
ليس لها حظ في الإرث عملا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك ما يرضى لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسها الفقر والحاجة والمسكنة، وأن تعيش محتاجة أو تمد يدها إلى أحد. فقال: ولكني أعول من كان يعوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنفق على من كان ينفق عليه، لأمرين، لسببين كبيرين. أولا أن هذا واجب تجاه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكونوا أعظم الأمة شأنا وأرفعهم منزلة. أليسوا من آل بيت عليه الصلاة والسلام؟ فحبهم واجب، وإكرامهم واجب، وإعزازهم واجب، ورفعهم عن مدلة السؤال ومهانة الحياة أيضا واجب. وأما السبب الآخر فأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه تولى منصب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصبح الخليفة والإمام في الأمة، فبموجب إمامته وخلافته ورعايته أمور المسلمين سيكون مسؤولا عما كان مسؤولا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذ محله في الأمة فيتولى ما كان يتولاه، ومن ذلك نفقة أهل بيته عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية تقفل لك بابا سقيما من الجدل المزعوم والخلاف المشؤوم الذي تتفوه به بعض الطوائف، تنسب الظلم والزور والبهتان إلى الصحابة أنهم ظلموا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته، وأنهم حينما حرموا عليا من الخلافة حجبوا زوجه فاطمة من إرث أبيها، ويزعمون في ذلك ظلما عجيبا ينسبونه إلى الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك الزور الذي ينسج والكذب والإفك الذي يلفق في حق الصحابة يحمل حقدا دفينا تجاه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتخفي خلفها عقيدة فاسدة ينطلق أصحابها إلى كسر هذا الباب، باب الصحابة رضي الله عنهم، فإنه باب حصين. ما جاء الدين في الأمة إلا عن طريقهم، ما نقل القرآن إلا من خلالهم، ولا رويت السنة إلا بحفظهم رضي الله عنهم أجمعين. فعندما يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ثم ينسجون قصص الخيال والمظالم المزعومة، كل ذلك إفك مبين. ستسمع في الروايات الآن باختلاف رواتها من الصحابة واختلاف ألفاظها هذا الحكم، أنه عليه الصلاة والسلام قرر في غير ما موضع سمعه أكثر من صحابي أنه لا يترك مالا يكون ميراثا من بعدهم. فعندما يتصرف أبو بكر في مال الخلافة، في مال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس تعديا على حقوق أهل البيت، بل هو تطبيق بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا فلا أسعد الله قلبا أبغض الصحابة، ولا أقر الله عينا ظلت تنتقصهم أو تحتقرهم أو تؤذيهم، ولا سلم الله عبدا يزعم أنه مسلم ثم يجعل الصحابة غرضا وهدفا منقصة ومسبة ومشتما. كل أولئك أبعد ما يكونون عن شريعة الله وهدى الله وصراطه المستقيم. بل ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كما سمعت في الحوار ما عادت إليه فاطمة بجملة، فقد وافقت رضي الله عنها وأقرت وعلمت بالحكم فسلمت لذلك وانصرفت، لأنها كأبي بكر تسلم لما يأمر به عليه الصلاة والسلام، وما كان لها أن تنازع، والجميع يجعل نصب عينيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل إن فاطمة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة، وكان ذلك بعد موت أبيها بأقل من 6 أشهر، فكانت أول أهل بيته لحوقا به عليه الصلاة والسلام. لما مرضت جاء أبو بكر فاستأذن على علي أن يزور فاطمة، فأذن فقال لها: هذا أبو بكر يريد الكلام معه. فأذنت له، فدخل أبو بكر فاسترضاها وطيب خاطرها، وأخذ من فيها أنها ليس في نفسها شيء من تمام حرص أبي بكر رضي الله عنه على حب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومراعاة شأنها وتطيب خاطرها. والله ما كان الصحابة إلا أعظم ما تظن احتراما وحبا وأدبا في تعاملهم مع آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لئلا يأتي أقزام في الأمة من بعدهم فيزعمون أنهم يعرفون طريق الحب لآل البيت ويتشيعون لذلك وينصبون بينهم وبين فريق أمة الإسلام الأعظم وجمهورها الأكبر حاجزا من الخلاف
وينصبون بينهم وبينهم خندقا كبيرا يفصلون به فيما يتعلق بحقوق آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي البختري أن العباس وعليا جاءا إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، في الحديث قصة تأتي بعد الحديثين اثنين. الحديث هنا ضعيف سندا من رواية أبي البختري عن العباس وعلي. الرواية الآتية في حديث مالك بن أوس أصح، وهي موجودة في البخاري وسنأتي إليها بعد قليل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. هذا حديث مؤكد من رواية عائشة رضي الله عنها أنها سمعت نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول لا نور. هذا وعائشة وارثة، يعني هي من زوجاته، ولو كان هناك إرث لكان منها حظ رضي الله عنها، لكنها تحكي ما سمعت، قالت لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقصب ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هذا حديث آخر يؤكد المعنى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، يعني ليس لورثتي من بعدي دينار يقتسمونه ولا درهم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فقط يخرج نفقة الزوجات ومؤنة العامل، قيل العامل الذي يلي أمر المسلمين من بعده، وقيل معنى العامل عامل الصدقة الذي يبعثه لجلب الصدقات وجبايتها، وقيل العامل على نخل الأرض، وقيل غير ذلك. رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله المعنى الأول عاملي، أي من يتولى أمر الأمة من بعده، قال وهو المعتمد. نعم. عن مالك بن أوس بن الحلدان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. نعم. اختصار للقصة كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة تولى في شأن الأرض التي كان يقسم خراجها وفيئها على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ظل يعمل كما عمل أبو بكر من قبله رضي الله عنه، أنه يقسمها، لا يقسم الأرض بين الورثة، بل يخرج منها نفقة يقتسمها منه أهل بيته. فجعل عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، جعلهما ناظرين على الأرض يتوليان الإشراف على نفقة الأرض وما يخرج منها وتوزيعها على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحدث خلاف بين العباس وعلي رضي الله عنهما واختصما في ذلك، فجاء إلى عمر وعنده هؤلاء الرهط من الصحابة، عنده عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، فلما دخلوا يختصمون اشتد بينهم الخلاف، هذا يقول أنت كذا والثاني يقول أنت كذا، فدخل بينهم شيء من الاحتداد في الخصومة على أمر الأرض. فلما وصل بينهم ذلك النزاع كان المفترض في حل تلك الخصومة أن تقسم الأرض بينهم وينتهي الخلاف، لكن لو فعل عمر لخالف الحديث لأنه قال لا نورث، ولو قسمت الأرض لجعلت إرثا وما يريد أن يصنع ذلك، فليس الحل إلا أن تبقى ويصطلح العباس وعلي رضي الله عنهما في تولي أمر الأرض. ولذلك ساق الحديث وقال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يستحلف الصحابة عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد والزبير، يستحلفهم يعني ألستم سمعتم كما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فقالوا اللهم نعم فأقام الحجة. إذن هذا حديث ليس يرويه عمر فقط، بل عمر و
يشهد لذلك عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد، وسمعته قبل من رواية أبي هريرة وقبله من رواية عائشة، فاجتمعت روايات الصحابة على أن ماله صلى الله عليه وسلم من بعده لا يكون إرثا يتقاسمه الورثة بل صدقة، وأما إرثه فالعلم الذي خلفه ونور الشريعة الذي تركه لأمته. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال: وأشك في العبد والأمة. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. ما الذي ترك؟ ترك ما سمعت قبل قليل: سلاح وبغلة وقطعة أرض. فما ترك الدنانير ولا الدراهم ولا قطيع الشياه ولا الجمال. قال: وأشك في العبد والأمة الراوي، لكنه ما ترك عليه الصلاة والسلام، بل مات ويعلم كلكم أنه قد رهن درعا على صاع من طعام عند يهودي. بالله لو كان يجد مالا أكان يموت عليه الصلاة والسلام ولا يفك رهنه؟ يا إخوة، والله لا يوقفك على حقارة الدنيا ويزهدك فيها إلا أن تعلم هذا الشأن النبوي في حاله عليه الصلاة والسلام مع الدنيا. والله لو كانت تسوى ولو كانت تستحق الاهتمام والسعي من أجلها لكان عليه الصلاة والسلام يصرف لها أدنى الحظ من الاهتمام والعناية، لكن أن يموت متخففا منها غاية التخفف، بل ليس له منها شيء، ولم يترك دينارا من أجل أن يقسم ولا درهما ولا بعيرا ولا شاء ولا عبيدا ولا إماء، لكنه ترك نبوة عظيمة، ترك فخرا لأمته، ترك ذخرا لآل بيته عليه الصلاة والسلام، حبهم، توليهم، رعايتهم، نصرتهم. هذه عقيدة في قلوبنا أيها المسلمون، حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آل بيته. هذا باب كبير عظيم ختم به المصنف رحمه الله، باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا الباب خاتمة الكتاب وآخر أبواب هذا الكتاب الممتلئ كما مر بكم في مجالس متعددة. أبواب هذا الكتاب ممتلئة علما، ممتلئة إيمانا، ممتلئة حبا، ممتلئة شيئا عظيما يغترفه المسلم وهو يقترب من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب هو خاتمة المطاف، وهو أيضا منتهى آمال المحبين، رؤية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. يا إخوة، ما زال المؤمنون المحبون يعلقون الآمال شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونصب أعينهم حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هل سابقت عبد الله لتحجز مقعدا في هذا الطريق؟ من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يعني مثلي ومثل. قال: يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يود، إذا أن تحمل هذا الود والأمنية في قلبك هذا مطلب شرعي، بل هي والله عبادة. نعم، أن تحمل في قلبك الشوق إلى لقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبما أنه فاتنا شرف الصحبة فليس لنا إلا الرؤية في المنام قبل موعد اللقاء في الموعد الموعود عند الله عز وجل، لكن أن يظفر عبد بشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام هذا والله غاية الشرف ومنتهى آمال المحبين. وكم تعلقت نفوس الصالحين بهذا المطلب الكبير، وظلوا يعيشون حياتهم من أجل أن تحقق لهم هذه الأمنية ولو مرة في الحياة. بصدق عبد الله، هل تمنيته؟ هل تمنيت رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام؟ بصدق، هل دعوت الله تعالى به؟ كلما سألت حاجات الدنيا والآخرة، هل سألت الله أن يرزقك رؤية نبيه عليه الصلاة والسلام في المنام؟ أنت إذا دعوت: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني،
هل استحضرت في طلب الرزق نية رزق رؤيته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نتصور أن الرزق مال وافر وطعام لذيذ ومسكن واسع وتجارة مربحة؟ رزق الدين أعظم من رزق الدنيا، ورزق الدين علم الشريعة، الحلال والحرام، حفظ القرآن، معرفة السنة، رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام. والله يا إخوة، مؤسف محزن أن يمر من عمر أحدنا عشرات السنين رأى كل شيء في منامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى الأحياء والأموات، يرى القريب والبعيد. مؤسف أن تضع رأسك على الوسادة قبل المنام، تطيف بكل الهموم والأماني والأحلام والذكريات، كل شيء يخطر في بالك إلا أن تغمض عينيك وفي قلبك وفي جوفك شوق أن ينتظر برؤيته عليه الصلاة والسلام ولو لحظة عابرة. وأنت تسمع في رواية السلف هديا عجيبا في هذا الباب، أنس رضي الله عنه يقول: قل ليلة تأتي علي يتحدث في عمره المديد الذي عاشه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا الصبي صغير خدم المصطفى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس نحو 16 سنة أو 18 سنة أو أقل، ثم عاش حتى تجاوز 100، فعاش مدة بعيدة. يقول أنس: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ذلك وتدمع عيناه، أخرجه أحمد ورجاله في الصحيح. أخرج أيضا أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد وهو سيد من سادات السلف، يقول: تقول عبدة عن أبيها، تقول: قلما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، قال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. وهو في بعض ذلك رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يناله الإنسان بطريق عظيم يعيش عليه في حياته. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ينبغي أن يبذل مهره الغالي النفيس، الحب الصادق في الحياة، الاستنان بالسنة، التمسك بطريق النبوة، الحرص على أن يكون حظه في الحياة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تطبيقا وعملا ورفعا لراية السنة بقدر وحجم الشوق والحب الذي يحمله ليرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. أما إنها من المفارقات العجيبة أن يشتاق أحدنا إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام وهو في حال اليقظة من أبعد الناس عن طريق سنته. معاذ الله، تريد أن تلقاه وأنت بعيد عن طريقه، بعيد عن بابه، اقترب منه رعاك الله لعلك تلقاه. اقترب من سنته، اطرق باب الحب بصدق، وقف بأدب مستمسكا حريصا على السنة، ممتلئا قلبك شوقا وامتلاءا أيضا بتطبيق عملي عظيم. هذا باب كبير. هؤلاء الصحب وقد عاشوا وتحلت حياتهم برؤيته، واقتحلت أعينهم بالنظر إليه، وتلذذت آذانهم بسماع اللذيذ من خطابه وعباراته عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا لا يشبعون من شوقهم إليه صلى الله عليه وسلم. فوالله لنحن أولى لئن لم نظفر بشرف الصحبة، فإنه والله أخشى أن يكون من الحرمان أن تنطوي حياة أحدنا وتقبض روحه ولم يظفر بهذه الرؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو مطلب عظيم وشرف كبير، لكن لن نناله بمد الأيدي والأرجل، ولا بطول الأمنيات، ولا بمجرد هذه العبارات الجوفاء، لكنه جهاد عظيم واستمساك متين بالسنة يصدق ذلك كله، دعاء صادق متتابع وحرص على السير في هذا الطريق. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بفضله. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. عن أبي مالك
عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. نعم، هذه جملة من أحاديث الصحابة ابن مسعود وأبي هريرة وأبي مالك الأشجعي عن أبيه، كلها تروي هذه الجملة: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، من شرف، من شرف وظفر برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فإنها رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام. وأما ما تراه من الأحياء والأموات فربما كانت تمثيلا من الشيطان، أن ترى زوجتك، أن ترى أمك، أن ترى أباك، كل هذا قد يكون تصويرات شيطانية وأحلام أبغاث يأتي بها الشيطان فيروي لك مشهدا وتسمع قصة أو حوارا، لكن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا تكون إلا حقا، فمن رآها فقد رآه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو قال: لا يتصور بي. ويبقى السؤال: فكيف بمن رأى شيئا ثم استيقظ فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال رأيت إنسانا فقال لي أنا النبي وأمره بأمر أو نهاه عن نهي؟ الجواب أن ما سبق لك من دراسته في باب الشمائل يجب أن يكون معيارا، فمن رأى صورة إن انطبقت عليها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو هو بأبي وأمي وعليه الصلاة والسلام، وإن لم تكن فليس كذلك، إن لم تكن فهو شيطان. ولو قال لك في المنام أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كذب. الأمر الآخر: من رأى نبي الله عليه الصلاة والسلام في المنام فإنها رؤيا خير وحق وهداية، يثبت الله بها قلوب بعض العباد، ويزيد بها ثبات بعضهم، وتكون فيها بشارة لبعضهم، ويساق فيها خير عظيم. وبالجملة فليس في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إلا خير محض للعبد الذي يرى، أو لما يسمع من الكلام، أو لما يحصل من مجمل الرؤية التي يراها، فإنها لا تكون إلا خيرا خالصا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثلني. نعم. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. نعم، أبو هريرة روى هذا الحديث، قال كليب بن شهاب أحد رواة الحديث قال: فحدثت به ابن عباس بحديث أبي هريرة: من رآني في المنام فقد رآني، فقلت: قد رأيته. هذا الرجل يقول لابن عباس: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. الرجل هذا يتكلم مع ابن عباس، يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وشبهته بالحسن بن علي. وحقا فإن الحسن كان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: إنه كان يشبهه. نعم، في هذا تحقق الصحابة، فإذا جاءهم آت فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، تثبتوا منه فسألوه: ماذا رأيت؟ فإذا أخبرهم بوصف صحيح منطبق على وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بشروه وهنؤوه وثبتوه أنه رأى حقا. نعم. عن يزيد الفارسي: وكان يكتب المصاحف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني.
هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ هذا الاستفسار من الصحابة هو تثبت، هو تحقق، هل الذي رأوه حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أن الصحابة قد رأوه وعاينوه، فإذا حكى الرائي وصفا مطابقا أشهدوا له بصدق ما رأى. فسأله ماذا رأيت؟ هل تستطيع أن تنعته؟ نعم. قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل بوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. نعم، نعت الرجل وهو يزيد الفارسي، نعت ما رأى، يعني وصف الصورة التي رآها في المنام، فقال: أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني رجل متوسط الطول بين رجلين، بين طويل وقصير، وهكذا هكذا كان طوله عليه الصلاة والسلام، كان ربعة بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممغط، بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني متوسط الطول، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني لم يكن أبيض أمهق ولا أسمر شديد السمرة عليه الصلاة والسلام، بل هو إلى البياض أقرب، وكان بياضه مشربا بحمرة كما مر بكم في أوائل الكتاب. أكحل العينين، يراه يحسبه من رآه مكتحلا، وإنما كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام. حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني كان كث اللحية عظيم شعرها، قد ملأت نحره، قد ملأت اللحية من كثافة شعرها نحره عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، فيعرفون أنه يقرأ وفمه يتحرك صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يشير إلى دقة الوصف وصدقه. نعم. قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، فالرؤيا الصادقة جزء من الوحي، كما قال: جزء من 46 جزءا من النبوة، بمعنى أنها إلهام من الله وتتضمن معنى الوحي، وأنها تقع صادقة، لكنها ليست وحيا، هي جزء من 46 جزءا، وهي من المبشرات. والرؤيا الصادقة إنما تقع لأهل الصدق من المؤمنين، ولهذا جاء في صحيح مسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فمن عاش حياة الصدق كان صادقا حتى في رؤياه، وأعظم ما يراه الرائي في صدقه رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولسان حالنا: إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع الندى وتحرك في الباقيات الشفاه، ونؤمن أنك خير الورى ومسك الحياة وخير الأنام، تفيض بحبك أرواحنا عليك الصلاة عليك السلام. نعم. قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين دين تنظروا عمن تأخذون دينكم. ختم المصنف رحمه الله بهذين الأثرين عن ابن المبارك وابن سيرين: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، يدل على مكانة التمسك بالسنة وأنها باب نجاة. وابن سيرين يقول: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ختم المصنف بهذين ليبين عظيم أثر التمسك بالسنة، ألزمنا الله وإياكم سبيلها. فرحم الله الإمام الترمذي صاحب الكتاب، ورحم الله الإمام الألباني مختصر الكتاب،
ورحمنا الله عز وجل معهما برحمته الواسعة، ورزقنا كما أتم علينا نعمة إتمام الكتاب أن يجعل من وراء ذلك حظا عظيما لحب النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والاستنان بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون هذا سبيلا إلى رقي في الدين والإيمان والعلم والهدى، وأن نكون من خيرة عباد الله اتباعا للسنة وحرصا عليها وحبا لصاحبها عليه الصلاة والسلام ورجاء صادقا في الاجتماع به في الحياة وبعد الممات، في الحياة في المنام وبعد الممات بالحشر في زمرته والورود على حوضه نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. عطروا جمعتكم أيها الكرام بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، واملأوا يومكم وصحيفتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.